رجعنا من جديد في زون ميكس نحكي على قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي أعلنها يوم أمس منذر الكبير. أكيد ضمت أسماء اختيارات كما العادة، كما كل قائمة تقبل فيها برشا نقد، تكون فما أسماء عليهم إجماع، أسماء علاش موجودة في المنتخب، أسماء علاش غابت. هذا الكل باش ناخذوا رأي في القائمة هذه من عند اللاعب الدولي السابق أنيس العيري، باش نسمعوا شنو رأيه في قائمة المنتخب اللي كان أعلن عليها منذر الكبير. أنيس أهلا بيك. اهلا بيك، مرحبا اسلام ومرحبا بالساده المستمعين الكل. مرحبا بيك انيس. دونك خلينا ناخذ رايك بصفه عامه الساعه في القائمه نتاع المنتخب الكبير، شنو رايك فيه؟ ايكيليبري، بون ايكيليبري، فيه وجوه جديده سيرتو سد الاخبار البي نتاع المجبري ملاعب يكونفيرم قاعد فيتور، نشوفوا مستقبل نتاع ان شاء الله بقدره ربي المنتخب واضافته باش تكون مرجوه، لكن ما نجمش يعطيك من اول مباراه ولا اول استاج، لازم شويه وقت لادابتاسيون تريز امبورطونت، لكن العقليه الاحترافيه وتعرف يلعب في الـ في الـ في ليفي الاخر، يلعب في نيفو اخر، الوغ نجمو نستنفعوا منه، وسيرتو ملاعب عنده برشا انفي، واكد شيء هذا اسلام انه عنده الانفي انه يكون موجود معنا من المنتخب، هذا هو البريز امبورطون. من بعد شوف نفس التشكيله نفس الملاعبيه منظر الكبير على معناتها حافظ على التقاليد نتاعو ونحافظ على الستاتور، يعني كما قلنا العمود الفقري للمنتخب، رغم انه فما ملاعبيه في الوقت الحالي كما مرياح ولا برشا ملاعبيه ماهمش في التوب نيفو نتاعو، لكن خير انهم يكونوا في المجموعه، وهذا يعني يدل انه منظر الكبير يعول عليهم برشا سيرتو في لونكادرومون سيرتو في الجروب، يحسهم عناصر مهمه، ذاك علاش منظر الكبير ماهوش قاعد يغير برشا، لكن قاعد يعمل في انتدابات بالنسبه لي انا مهمه ومهمه جدا، سيرتو اللي عندنا كاليفيكاسيون كوب دي موند، هذاك يظل لي البروجي نتاع المنتخب، والناس اللي تعول عليه هو انه يمشي المنتخب نتاعنا يمشي كوب دي موند، ويظل لي منظر الكبير يشوف انه الكاليفيكاسيون كوب دي موند هي اللي باش تخليه راسه عالي في الشارع التونسي، رغم انه برشا نقد عليه، وانت تعرف اسلام اليوم حتى ما ثمش ساتيسفاكسيون كبيره رغم النتائج اللي قوم بها، لكن هو سي تانديفي لي انه المنتخب يمشي كوب دي موند، وزاد في تاريخه هو في البالماريس والسي في نتاعو انه يكون انه يعمل مونديال حاجه مهمه برشا. باهي خلينا ناخذ اكثر تفاصيل، ندخل اكثر في الديتاي. انت حكيت على مرياح، فما اسماء اخرى كيما الفريق بن مصطفى ما يلعبش في الترجي، المساكني ماهوش المساكني نتاع العاد، علي معلول رجع من اصابه، اول مقابله لعبها تقريبا من ماتش البايرن في كاس العالم للانديه كانت البارح، لعب نص ساعه يمكن. تواجد الاسماء هذا خلى نقاط استفهام. انت مع انه راي مع انه الملاعبيه هذوما كواجد في المنتخب ملاعبيه عندهم اكسبيريونس لازم يكونوا موجودين في كل حياتهم باش يدخلوا حتى بقيه زملائهم، والا المنتخب الحاضر يلعب اللي جاهز هو يكون موجود؟ بو راهو في المنتخبات الكل خلينا نكونوا واضحين اسلام، راهو المنتخبات العالميه ديما نفس المنهج، انا نتصور انه لكن في المنتخب التونسي منظر الكبير يذول لي كل مره يخرج يبرر الحاجات هذوما ويبرر انه ملعبيه توتار بشعتيوك ملعبيه ديزون كادرور يسميهم هو، يعني مهمين في الجروب رغم انهم في ماهوش في المستوى الكبير نتاعهم، ماهمش في المستوى اللي متعودين به نشوفوا بهم الملعبيه هذوما، لكن هو ياكدوا يا سيستي انهم يلزمهم يكونوا موجودين. بون هو راي اطار فني، لكن خلينا نكونوا واضحين اسلام، راهو غدوه لا قدر الله ما تمشيش مع الامور ولا النتائج ولا تكون معناتها يكون المنتخب ماهوش في افضل حالاته، ولا باش هو يتحمل مسؤوليه اختياراته، معناتها لهنا اذا هو ماشي مع النتائج عمل كاليفيكاسيون كوب دافريك قاعد ماشي بالكدا، المنتخب نتاعنا بو قاعد يتطور للامانه، تصور انه يعني ربح ربحها، ومعناتها بالنسبه لي انا نشوف انه منظر الكبير اليوم قاعد ناجح رغم انه العناصر هذوما ماهمش في افضل حالاتهم وموجودين في الجروب، نشوف انه المنتخب محافظ على نفس نفس النسق، والملاعبيه هذوما يعني في كل مره ياكدوا، يعني يوسف المساكني تعرف راهو ما يجيش خوف في تونس، انا بالنسبه لي انا يوسف ما رغم برشا النقد اللي عليه وملاعب يعني اختار البطوله القطريه وبرشا يوسف راهو عانى ياسر، يعني انا نقول برافو يوسف سور لو بلو مونتال، معناتها ملاعب اكتشوف اسلام يعني في تونس علاش نخرج لاوروبا في الطبق نتاع يوسف، خير انه يكون مستقبله موجود، لليوم يوسف موجود بلي كاليتي تكنيك رغم حتى كي خرج من التحيل اليوم زاد قاعد يعفي كيلكو ماتش باهيين ماهوشيش نعرفوه، مي يقعد يوسف عنصر بارز في المنتخب في المجموعه، صحابه يحبوه تريز امبورتون، خاطر تعرف حاجه اسلام راهو كي تعيش في المنتخب يلزمك تعرف شمتى منتخب، راهو ينجم يكون ملاعبي فنيا 100% ملاعبي كبير
اما المدرب ما يحبش عليه. تتسائل انت تقول علاش اللاعب هذا فنيا ملاعب يطير تيران ليك المدرب رافضه، هو يكون اول رفض يكون من المجموعه راهو يعني يكون رفض من الملاعبيه قبل ما، ومن بعد يوصل للرفض هذاك اللي طار الفني وقت يتم التخلي عليه، خاطر الملاعب راهو ستين معناتها المنتخب كيفاش تعيش في الجروب، كيفاش يقبلوك صحابك، لازم تكون ملاعب كبير اما تعرفش تتعايش مع المجموعه وراهو لي زيكسترا ابار ما تشوف الميدان برشا حاجات تلعب في المنتخب. اذا اندمج برشا ملاعبين نصور جاوا للمنتخب عارفين على شنو قادمين، يزم يدخل في الجروب، يزم يندمج في ساعه يكون منضبط يعطي عندي مغلاها يعطي اكزامبل. هذه حاجه من الحاجات خاطر نشوف انه يوسف اليوم وجوده مهم في المنتخب بالحق رغم النقد اللي موجود، لكن مريح مانيش ضده وما بون مريح عنده مده. اما ما عندناش شكون في البوست هذاك، عندنا نقص ناقصين شويه هذاك علاش قاعدين نعمل في انتدابات البروفونير رقيق اليوم في المنتخب. ياسين نشوف كاليتي وخذ ثقه في روحه اكثر ولا تحسه كادر في ليكيب ناسيونال. ياسين كاليتي نورم راهو، ياسين كيبدا في التوب فورم نتاعو يعطيك احسن ما عنده. كونفيونس هي الكل كومبيتيسيون. بون تعرف هما كي يجيبوهم من المنتخب الملاعبين هذوما سيرتو اللي ماهمش قاعدين يلعبوا يحاولوا يرجعوهم سور لو بلون مونتال ويخدموا لهم اكثر سور لو بلون فيزيك خاطر هي الكاليتي موجوده. الكاليتي وراهو ياسين مريح عنده شخصيه، وياسين يعني كي يبدا في التوب النيفو نتاعو نتصور يكون نجم يكون عنصر مهم في المنتخب. بالنسبه للكام تاع بن مصطفى ومعلول، لا فاروق شوف فاروق حاجه اخرى، فاروق ما دام ما غلطش في المنتخب ما ينجمش نحيه، فاروق بيرفورمون في المنتخب لكن احتياطي في الترجي تلا غالب سوء حظ معناتها سوء حظ ما عرفش انا في زوج جماعي في جماعي كبيره كما ترى سوق الحراس وذي الحاجه اللي ما حبوش يفهموها ان وادي استاد عنده علي جمال سامي هنايا الاسبيرونس عندها معز بن شرفيه فاروق بن مصفى لان تبدا المشاكل نتاع الفيستير راهو اللي حاجه ما يعرفوش المسؤولين ود فيستير ونعرف راهو كل حارس عنده ناسه. الحاجه ممكن اللي عجبتني واللي 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 قعدت سربريز حق خاطر ما تصيرش برشا انهم زوج حراس اخو وصحاب برشا. اي صحاب صحاب برشا حتى من قبل لو مثلا. اي صحاب برشا والله العظيم برافو لي دو معناتها شوف راهو كنت تنجم تصير مشاكل ابروبو الانتداب نتاع فاروق في التراجي، معز كيفاش قبل الفكره، فاروق كيفاش قبل يكون كونكيرون تاع معز، ومن بعد الامور مشيت معناتها شفت مشى واحد مشيت معاه فاروق من بعد معز على البنك، معز مشيت معاه فاروق قبل. برجولي حاجه ما تصيرش ديما ما برافو الاسبري العقليه نتاع زوج حراس هذوما ونجموا كيما عاشوا في التراجي يعيشوا في المنتخب، اما ما نجموش ما نقولوش ان زوج حراس من طراز عالي وفنيا كيما نقولوا احنا وجودهم في المنتخب ماهوش مزيه، عندهم لي كاليتي مي بون بعد تعرف الشوا نتاع ستار تكنيك وتوسكي اللي يعيشوا معاهم هما اللي باش يختاروا خاطر ثما دي كريتير يختاروا عليهم الحارس الاساسي. بالنسبه لي انا حارس مرمى في المنتخب يوزن برشا اقل شيء 60 70% على خاطر اليوم في المنتخب ثم بوست برك تنجمش تغيرها برشا هي حارس المرمى اسلام اللي هو يتعامل مع الدفاع نتاعو، راهو الدفاع يحب له مده باش يحاول يفهم الحارس نتاعو والحارس يفهم الدفاع نتاعو في البلاسمون. ناس يعني يلزمك كيما نقولوا احنا ادابتاسيون يلزمك برشا وقت برشا ماتشات، هذاك علاش نشوف منظر الكبير حراسه المرمى ما يحبش يمس على خاطر فاروق اليوم القى راحته مع الدفاع، الدفاع القى راحته معاه، من بعد ما تنجم تغير كان تبدا لي بير ديكا على على اصابه ولا على هفوات معناتها بالنسبه لي انا في لاجروند. هذاك علاش قلت لك حراسه المرمى بوست مهمه برشا، وذاك علاش اليوم منظر الكبير يحاول يعمل استقرار في حراسه المرمى. برشا يشوفوا انيس معاذ حسن ايضا كيف كيف ماهوش قاعد يعرف في جامعته ما عندوش بلاصه، في حين يطالبوا باللي سميته انت علي جمل والجمعيتك والاستاد كان يستحق فرصه على الاقل موسم محترم جدا على هذه السنه. في منظر حتى والله العظيم عطاني ديزيكسبليكاسيون على علي، انا واحد من الناس ما نكذبش عليك كنت ولد منتخب ونحب نستحفظ على الجو العام تاع المنتخب، كي سوا دعوه علي من وجوده مانيش باش تغير برشا ومانيش باش ندخل في الموضوع برشا، نحب نحافظ على الجو العام لكن نحب نقول حاجه. سي منظر الكبير تبريره لعدم وجود يعني علي جمل ما كانش مبرر يقنعني الحق، برغم احترامي هنا في كل الاوقات يعني ندعم المدرب التونسي سيرتو سي منظر اللي قاعد يعمل في باركور مزيان برشا وتحصل المنتخب معاه، لكن في علي الحق للامانه ما حبش يعمل سيربريز ما حبش يعمل معناتها يلزم تتم الدعوه نتاعو عليه في وقت ما كان ينجم يكون في المنتخب. بون بعد يخرج لك اطار فني ما تنجم تقول ما تقول حتى شيء، يقول لك انا جاسيوم علي جمل بالنسبه لي انا موجود في ليستي لارجي نجم نعول عليه عندي جارديانات. انا ما نحبش نقول حاجه، معز حسن ونعرف الكوب دي موند والماتش اللي عملها كونتر
لانجلتير وعمل ماتش كبير وعمل بيرفورمون. اليوم الحراس موجودين يعني علاش يخدموا الحراس الاخرين بالنسبه لي؟ علاش يجتهدوا؟ علاش يعملوا ماتشات كبير؟ علاش يعملوا ديزاري؟ ما هو ديما عندهم ديزومبسيون عندهم اهداف انهم الهدف الاولاني هو المنتخب. ما فماش ملاعب يحس بروحه ويمن بروحه فنيا وما يحلمش انه يكون في المنتخب، هذاك اول اوبجيكتيف قبل ما يخرج البر، خاطر بدايه الخروج البر تبدا من المنتخب. سي المنظر خير انه عدم التعويل على علي جمل ولا عدم دعوته ولا حتى اشراكه ولا حتى التخمام فيه، هذيك احترام قال الاطار الفني يعني لازمك تحترم. بنزيما 5 سنين 6 سنين، ديشون ما عطاهش فرصه، عاود رجع له بعد 5 6 سنين عاود عطاه فرصه. رغم انه تعرف الناس الكل كانت ضد انه بنزيما يكون في المنتخب. علي جمال العمر ما يسمحش الحق، ما تنجمش تصبر 5 سنين اخرين. علي كان الموسم هذا بيرفورمون، كان ينجم يستحق لافته، بون ما جاتش اللافته، ان شاء الله يكون مستقبله باهي. وفي الكوره راه كل شيء جايز يعني، فهمت؟ في اعتقادك كان شكون اخرين لاعبين ظلمهم ظلمتهم قائمه المدرب الكبير؟ بون توا شوف الحق هو المنهج نتاع سي المنظر الكبير، حسيته ماشي اكثر من اللاعبين اللي يلعبوا البر. نكونوا واضحين ونكونوا صادقين الامانه، ما تشوف لسه سخير ونجاح وتشوف برشا من اللاعبين جاو عطاو بيرفورمانس دراجر، تحس المنهج هذاك ماشي فيه الديريكسيون تكنيك والمدرب يا خويا ناجح قاعد يغير. انيس برشا تكلموا على صفاقس هداف البطوله، كان يستحق لفته على الاقل حتى تشجعوا باش يكمل. هو يشجع روحه زاد الملاعب ما يتكسش سلام شهادة كعام الجاية، ما كيما قلت لك راهو سلام راهو باش يقعد يدور في الملاعبين اللي عيط لهم في الاستاجيات الاخرانيين، مش في غير برشا عنده جروب نتاع 30 32 جوار قاعد يدور فيهم، يحاول يرقع المصاب يعاود يجيب عنده ليستي لارجي. ياسر جلاسي كان موجود زاد كيف كيف في القائمة وما شاركوش يعني عدم التعويل عليه، وهذه هي كانت النية نتاعو. بالنسبة للصفاقس يا خويا بيرفورمانس كبيرة، وكان جاي يخمم فيه منظر الكبير راه عيط له من 2 3 ستاج الاخرانيين. بون صفاقسي نزلت كاليفيكاسيون كوب دو موند، هذه راهو 3 ماتشات، كل شيء نجم يتغير في المنتخب، لكن عمل بيرفورمانس ويلعب في جمعيه كيما ليتوال ماشي شامبيونز ليغ عام جاي، تصورنا صفاقسي يعطيه فرصه، لكن ما يلزمش صفاقسي يهبط يدي. سي ان شوا تكنيك يفو لاكسبتي، يلزمنا نقبلوا قرارات. انا بيدي راني لبرا يلزمني نقبل قرارات، لكن من بعد ما نجم نكون مع او ضد سي المنظر الكبير لما نشوف البرفورمانس بتاع المنتخب. لكن بالنسبه للوقت الحالي هو يا خويا يقول لك باللغه العامه نتاعنا مشكب علينا يعني، اللاعبين اللي قاعد يجي فيهم قاعدين عاملين بيرفورمانس، المنتخب قاعد يتحسن، النتائج موجوده يعني قاعدين نتبعوا في المنتخب نساندوا، ومن بعد اذا ثم حاجه ما مشيتش فنيا نجموا ندخلوا ونقولوا علاش اللاعبي هذا لا، ومن بعد يعطي التبريرات نتاعو. فهمت؟ باهي اللاعبين جدد حنا بعد المجبري بين مانشستر يونايتد ارسنال عمر رقيق، اللاعبين هذوما ينجموا بجمعياتهم يعطيو حجم اخر للمنتخب والا مازالوا صغار ما نستناوش منهم حاجه كبيره توا؟ ليه كلامك معقول، مازالوا صغار ما نستناوش منهم حاجه كبيره. شوف مانشستر راهو، شوف العناصر اللي معاه توصلوا كوره، المجبري باش توصلوا كوره وغدا باش يلعب في مانشستر، ماهوش هو اللي باش يهز مانشستر. كي تقول لي انت صلاح في ليفربول نقول لك اي، بنزيما في الريال اي، ثم نجوم الحق. كي تكون نجم يلزمك تكون نجم تهز جمعيه هذا، بون يلزمك تشوف المنتخب مش كيما نادي، منتخب شخصية أخرى عقلية أخرى. المجبري اليوم ساتيسفي أنه موجود في المنتخب، لو فات الدعوة نتاعو زاد هو كيما احنا فرحانين أنه جانا، هو لازم يكون سعيد أنه باش يكون موجود في منتخب وفي بلاد اسمها تونس، باش تعطيه انرجي أخرى، باش تعطيه برشا كونفيونس. منتخب راه ما نحكيوش على نادي، نشوف انه اليوم رقيق والمجبري لازم نصبر عليهم اكثر وقت، ما تنجمش تطلب من المباراه الاولى والثانيه والثالثه، لازم برشا وقت. الصخير اليوم لوميور بالنسبه لي انا موجود حاليا في البطولات الاوروبيه، خذا برشا وقت صخير، خذا برشا وقت باش اليوم ولا ركيزه والمنتخب ما نجمش تخلى عليه. يعني ما دام الاطار الفني والديريكسيون تكنيك اختاروا الملاعبين هذوما سكر انه كاليتي تكنيك موجوده، من بعد تقعد حاجه وحيده كيفاش الملاعبين هذوما باش يدخلوا في المنتخب، الدخله نتاعهم كيفاش باش يدخلوهم ويلقاو الجو باش ياثرون باش ينجموا يلقاو هما لونفي باش يعطيوك احسن ما عندهم. خاطر اللاعب ينجم يكون في التوب تكنيك نتاعو التوب كاليتي ويلعب في جمعيه كبيره، اما يلقاش الجو الملائم راه ما يعطيك حتى شيء. نتصور هذا يعني من مشمولات الاطار الفني ومشمولات اللي دايرين بالمنتخب، انهم يعرف كيفاش يدخلوهم للجو ويعرف كيفاش يقحموهم باش اللاعبين هذوما غدا يدوا في المنتخب توب نيفو نتاعهم سور لو بلون مونتال باش ينجموا يعطيوك على الميدان. وتري امبورتون كي تبدا شيخ وعامل جو تلقى ترحاب من صحابك اوتوماتيكمون، هذاك باش يعطيك دفعة كبيرة في الميدان. وان شاء الله اللاعبين هذوما الحق للامانه معناتها عندي ثقه كبيره، كيما سنين بن عثمان نحب نوجه له تحيه اللي قاعد يخدم خدمه كبيره
قاعد يخدم في خدمه كبيره وقاعد يعمل في مجهود كبير، نحب نحييه. ومن بعد نقول ان شاء الله زاد كيف كيف الاطار الفني يقوم بالدور نتاعو ويعطيهم فرص ويعرف فيش قمهم باش اللاعبيه هذوما زاد يعطيو احسن ما عندهم. المجرب اليوم كاليتي تكنيك راهو الكاليتي اللي عنده لاعب فيوتور مستقبل نتاع الكره التونسيه نقول لك. لكن من بعد يلزم عنده اونفي، زاد هو اونفي كبير باش يطور من الاداء نتاعو، خاطر راهو نقول لك حاجه اسلام، راهو المنتخب ماهوش نادي، منتخب عقليه اخرى، شخصيه اخرى، ستريس اخر، بريسيون اخرى، مش كيما جمعيه عندها ما نعرفش 30,000 محب ولا 40,000 ولا قول حتى 100,000، كيما منتخب دوله كامل 10 ملايين وراك، يعني بريسيون شخصيه اخرى. نتصور انهم لعبيد مع لعبيد كاركتير، جوست حاجه بركه يحاولوا كيفاش يقسموهم في المجموعه، يعطيهم فرص اكثر، يندمجوا بالكدا ويربحوا من الوقت، بليز امبورتون لازمهم يربحوا الوقت، خاطر راهم لاعب ماكش تخليه عام وعامين. تو احنا عندنا 3 ماتش، من بعد عندنا كاليفيكاسيون كوب دي موند، كاليفيكاسيون كوب دي موند تهمنا برشا، والملاعبيه هذوما يلزمهم يكونوا في التوب ليفو نتاعهم باش يعاونونا. هو تقريبا ظهر لي من القائمات القليله يمكن فما اجماع بخلاف اسم زوز ثلاثه ماكسيموم، لكن تقريبا هذم هما الملاعبيه باش يكونوا، معناتها عليهم اجماع من الناس الكل يعني صح؟ اي جماعة من الناس الكل حق. شوف انا والله العظيم انا اول مره ما فماش نقد كبير في البوكس السنين الاخرانيه على المنتخب وعلى البون، ممكن في بعض الاوقات، لكن مع منذر الكبير للامانه معناتها سلام منذر الكبير يعني رغم النقد انه المنتخب اكبر منه واحد، اما خلينا نكونوا واضحين والله العظيم فما ريسيت معاه. لو تشوف المنتخب شنو اوفنسيف على المستوى الهجومي، يعني تشوف منتخبنا كيفاش تحسن، ليكيب ولا تطور، ليكيب تعمل في دي ريزيتا، تعمل بالحق ما تشوفها مباراة ليبيا برشا مباريات. فهمت؟ هو بصراحة نستناو اللي بيه الفايدة انيس، تصفية كأس العالم كيف كيف الكان فما مؤشرات باهية صحيح معاك، لكن نستناو الاختبارات هذوما اللي حاجتنا بهم ولا اللي نحكم عليهم ليه هو إلا عليه. أنا بالنسبة لي أنا منظر الكبير في الوقت الحالي قدام امتحان كبير، هو اليوم نعرفوا احنا المنظر الكبير ان المنتخب الناس الكل في بدايته معناتها كانوا متفاجئين. اليوم بالنسبه لي امتحانات بريباراسيون الامتحانات الكبيره، اليوم ديريكسيون تكنيك والجامعه والتوانسه الكل لا بالاجماع يقول لك انا حاجتي يكون فينال كوب دافريك واقل شيء دوني فينال كوب دافريك ومن بعد نكون في المونديال. اذا وصلت للمونديال لكل حادث حديث هذوما لي زوبجيكتيف. بون باش توصل لي زوبجيكتيف هذوما اسلام يلزمك تتعدى بمراحل المراحل، ثم ملاعبيه تقف على امكانياتهم، المباريات كيفاش تحضر الشيما التكتيك نتاعك، انت كيفاش باش تلعب، لي بروفيل اللي اخترتهم، هذا كله يشمل المنظر الكبير والاطار الفني اللي يخدم معاه. خاطر المنظر الكبير مع عادل السليمي ان شاء الله ان شاء الله منتخبنا يمشي في الثنيه بي، والملاعبيه اللي جابوهم اليوم اسلام يعطينا اضافه بروشينمون ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه، شكرا ليك، وانت ايضا قدمت الاضافه انيس العياري في كل التفاصيل الفنيه اللي مديتنا بها. شكرا عليا باشا في الاخراج، شكرا الناصر الساكري في الاخراج الرقمي. هكا نكملوا زون ميكس اليوم، اجمل تحيات اسلام المدبه.